معكم الدكتور مبارك الهاجري، عضو هيئة التدريس في كلية دراسات التكنولوجية قسم تكنولوجيا هندسة البترول. اليوم نرحب بزيارة ممثلين تنظيم جائزة وزارة النفط للتحول الرقمي الهاكاثون، وبرعاية الشركات الكي كومبانيز وكذلك شلمبرجير للنفط والغاز. اليوم متواجدين في مبنى كلية الدراسات التكنولوجية بنين، أمس كانوا متواجدين أيضا في مبنى الطالبات مبنى رقم 21. للأمانة الجائزة تتكلم عن الحلول التي ممكن أن يقدمها الطلبة من خلال مساهمتهم في حل المشكلات التي تواجه قطاع الإنتاج في النفط والغاز. هذه الجائزة تهدف إلى التحول الرقمي لجميع